محلل سياسي عربي يشرح كيف قامت السخوي 30 من منع طائرات الرافال الفرنسية للعبور نحو أجواء مالي. مشاهدة ممتعة نتمناها لكم. في التقرير الأمني المواكب لعملية تفكيك قاعدة لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في شمال مالي ومرفوع إلى الأمين العام للأمم المتحدة العاشرة وسبعة وعشرين دقيقة من هذا اليوم، تأكد أن وزير الدفاع في حكومة باماكو اليوم أكد أن هناك تخوف كبير من طيران الرافال الفرنسية في سماء مالي، وأن هذا ناتج عن طيران بويز سوخوي 30 الإسرائيلية، وهذا الذي يعني أن الرافال الفرنسية تعدي الآن بعيدة الوعد عن أداء أي مهمة ولا مواكبة، وهذا الذي نقل الدفاع الأمني واعتبره إلى الآن هو رجل توصي بأمير مالي في مكان لها في السابع عشر مارس 2020 في المدينة الغزيرة العربية، وأكد أن الفرنسية وفي كل الأحوال فإن وزير الدفاع المالي اليوم يؤكد على إبعاد فرنسا للرافال والطيران المواكب لاستهداف القوة المطاردة للأمم المتحدة وواجب قرارات أكبر لسخوي 30 الإسرائيلية. ما قال الصاد كما
سيكون له أثر في حال إبعاد التهديدات الأمنية على كل من ساكنة شمال مالي وجنوب الجزائر، وهذا الذي يجب أخذه بعين الاعتبار. في الاتجاه الآخر فإن هناك تنسيق يريده الآن كاميرا أن يكون على شكل قنصل في شمال مالي، وأيضا محاولة تعزيز التوازن الجزائري من أجل تأمين الحدود بشكل كامل، لأن هذه عملية مشتركة مع الجيران، كل جيران مالي، وهذا الذي يراه الماليون أيضا في النيجر. لذلك حماية النيجر ومنح الحرب عن النيجر والجزء الذي يذهب حرب على دولة النيجر حرب على بوركينا فاسو ومالي، وهذا يشمل أيضا الدفاع وإنه أيضا الجزائر. إذا عندما يرى أن الحليف الرئيسي اليوم بعد انسحابه أفراد المجتمع تقول أن التغطية التي تمنع وفاق الرئيس هذا كله يأتي عن قرار السياسي للإقامة. إذا التقليد الأمني الذي يجعل من جهة وما بين هذه التنظيمات ليس فقط في شمال مالي والتي وصلت إلى تنبوكتو وهددت تنبوكتو، وإنما أيضا لأن من الضروري إبعاد الأجنبي الآن فورا وبدون شروط، وهذا هو المهم، وإدمان ما سمي بالأمن الإقليمي الشامل والذي يعطي للجزائر الحق في إبعاد هذا التأثير القاتل. وفي جولتين على الأقل إن الرافال الفرنسي اليوم ممنوع من سماد مالي والشمال مالي ولو تحت ما سمي بحماية ومراقبة وضع هذه القوات الأممية، إن الدفاع عن الصحون أبعد من شكل كامل. الخطوة الفرنسية التي لا تعد إلا مبادرة حقيقية بالنسبة للرافال باستخدام الأجواء، وهكذا إن إبعاد الرافال يقال كليا، وأيضا تعزيز مناخ خط منطقة الشمال أقرب من الاعتبار المتقدم مع الكويت، في هذا يمكن من الحرب على الجنوب، من الحرب على الجنوب.
الأمريكية وإبعاد الأمم المتحدة وقواتها، ودائما ما أعطى كاميرا المبرم انطلاقا من العمل الجزائري المتقدم الذي سيحمي تفكيك كل القواعد دون أي تأثير ومن أي نوع من الأطراف المعادية لوحدة مالي وأيضا أمر الإقليم، والذي يشير مباشرة إلى هذا التعاون الأمني المنعي التطوير.